عايز ارجع لحياتك الشخصيه اكتر على فكره، يعني عايز ارجع لها تاني بعيدا عن ماركه الجمال. عايز اتكلم على حته ان انت ليه ما بتفكريش انك تكوني يعني تتبني طفل وتكوني ام وتعملي اسره، قالك انه حصلش ام بديله، يعني ام حاضنه. ده حصل، حصل. انا رحت وتبنيت ولدين من الاورمان. اتبنيتي اوريدي؟ اتبنيت يعني انت عندك لا ولدين كفاله من الاورمان. بس كانوا ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. الله يبارك لك، الله يبارك لك. كنت بروح لهم على طول وبتاع، بعد 6 سنين ماتوا. لا اله الا الله. بعدين كان في واحده بتشتغل عندي مش مصريه، فجت قالت لي انا حامل واللي انا كان من السنغال اللي هي بتحبه ده، وهو كان جاي بيلعب كوره في مصر ولما عرف انها حامل فسابها وعمل لها بلوك. الله. فانا قلت لها طيب انت عايزه البيبي ولا مش عايزه البيبي؟ مش فاهمه. قالت لي انا عايزه البيبي. فقلت لها بجد؟ طب اقول لك على حاجه بقى، انا هصرف، انا هتبناه طالما احنا عايشين مع بعض بقى، ويبقى بدل ما عنده ام عنده 2. حلو. اوكي. وعملت كده وعملت، جبت له اوضه وكنت سعيده جدا ومبسوطه. هم 4-5 سنين صحيت من النوم ما لقيتهاش لا هي ولا البيبي، اخذت البيبي وسافرت من غير ما تقول لك ولا اي كلام ولا اي حاجه. طب انت يا حوريه ايه رايك في موضوع تأجير الأرحام؟ هو أنا دلوقتي لو بتسألني كحورية، حورية ما عندهاش رحم، فلو عايز أتخلي في يوم من الأيام أكيد هروح أجر رحم. أكيد يعني. تمام، ما عندكيش مشكلة في الموضوع ده؟ بس في ناس تقولك لا إحنا ما نعملش ده غلط، وفي ناس تقولك لا ده ينفع. أو يعني البويضة، البويضة بتاعتك وبتاعته أنت بس زي الخيل. أيوه. أنا بالنسبة لي الستاليان أو الطلوقة بتاعي ما كنتش عايزة أحسسه باستمتاع الميكينج، علشان لو حس بالاستمتاع ده لو انا داخله بطوله هيقعد باصص لكل فرصه ومش مركز في اللي بيحصل. صح. وهيبقى صعب قوي التعامل معاه وركوبه. فكنا في لندن كانوا بياخدوا منه وبياخد من الفرصه وبيحطه في فرصه ما بتلمس الفرق، يعني عشان كل واحد يركز في الشغل بتاعه. مش خالص يعني. أوكي. عباره عن واحده كده قاعده لي في الفيلد طول الوقت يعني. اللي زي تاجير الارحام احنا بنقول. بس حورية الخيل مش زينا احنا كبني ادمين يعني. يعني احنا عندنا في حاجه اسمها حلال حرام، بنخاف من الحته دي. وده حرام؟ ده مش حرام يعني. انا بس انا بيبدا وجهه نظرك. انا ما عنديش، بلاش نتطرق في الحلال والحرام وبعدين نسال ونجاوب وخلاص. بس بجد يعني لو انا ما عنديش ولسه عندي البويضات دي، طب هو ممكن قوي ان انا اخد البويضات دي واجمدها. ايوه، ما انت هتجمديها لما هتوصلي مثلا ل50 او حاجه. طب افرضي انت عايزه تخلفي، بويضاتك لسه موجوده طبعا، هتاخدها تحطي في حد تاني طبعا. 50 سنه مش هتقدري تخلفي، فممكن تتحط في واحده تاجر